كلها بتحتفل النهارده في احتفاليه في دار الاوبرا المصريه مع الدكتوره ايناس عبد الدايم عن حرب اكتوبر، وقطاع الانتاج الثقافي بكل الادارات التابعه له، البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبيه والمركز القومي للمسرح والمركز القومي للسينما ومكتبه القاهره، كلهم هيشتركوا في احتفاليه في نصف شهر اكتوبر. احتفالا بشهر اكتوبر هتتقدم على مسرح ساحه الميدان اللي هو المسرح اللي معمول في امام مسرح الهناجر، وباذن الله هتشارك فيها كل القطاعات، وهيتم فيها تكريم كبار فنانين وكبار نجومنا اللي شاركوا في هذه الاعمال.